ان احنا هنكمل كلام في الامارات الكبرى، لكن فوجئت بان هناك اماره من الامارات المهمه جدا، هذه الاماره الا وهي انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب. ايوه، جبل من ذهب. اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان الامر ده بدأ من فترة، والنهاردة احنا وصلنا ان العالم والاخبار بدأت تتكلم عليه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا من 14 قرن من الزمان بان هيجي اليوم اللي نهر الفرات هيجف فيه المية بتاعته، اللي نهر الفرات هنبدأ ان احنا نشوف تحتيه كنوز. وهم النهاردة بيقولولك اكتشفنا ان في مدينة كاملة. الحقيقة انت مش بتؤمن بالعلم، انت عندك عقدة اسمها تصديق الخواجة الاجنبي في كل ما يقوله. يعني انا مش عارف انت جايب الثقة دي كلها منين وانت بتقول ما اكتشفوش ان في اجوج وماجوج، السد مش موجود، محدش شاف السد. ايوة يا عم الحاج، يعني ايه؟ يعني القرآن كذب، ناسا ما ورتناش الحاجات دي كلها. ايوة، يعني انا اعمل لك ايه؟ يعني الكلام ده باطل. وتلاقي الواحد فيهم قاعد كده حاطط رجل على رجل ومتعنطز ومتقنطز وشايف نفسه قوي، يقول لك ما فيش الكلام ده، مش فين في الكره الارضيه؟ ما احنا في عندنا اقمار صناعيه واقمار بتنجانيه شايفه كل حاجه. طب الاقمار الصناعيه والاقمار البطيخيه دي ما شافتش ليه وما قالتش لينا ليه من 20 30 40 سنه كده ان في مدينه مطموره تحت نهر الفرات؟ ليه؟ عرفت بقى ان انت لما تيجي وتقول على حاجة سيدنا النبي قال عليها بس الناس لسه ما اكتشفوهاش فتنكرها بناء على ان ناسا لسه ما شافتهاش، عرفت ان المنطق ده منطق عقيم في الاستدلال؟ وعرفت ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام صح؟ وعرفت ان البخاري صح؟ اهو البخاري بيقولك اهو، بيقولك لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب فيختتل الناس عليه فينجو من كل 199، فكل واحد بيقولك يمكن اكون الناجي. اهو سيدنا النبي قال الكلام ده، يعني اخبرنا من زمان ان نهر الفرات هينحسر. طب كان عرف منين هو الموضوع ده؟ كان مين قال له عليه؟ وهو انحسر النهر النهارده وهم اكتشفوا تحتيه مدينه، والله اعلم لسه يكتشفوا ايه تاني. عرفت بقى ان انت ما ينفعش تعتمد على المصادر دي، وعرفت ان في مصدر اقوى من كل المصادر دي اسمه الوحي الالهي والمعصوم.